موضوع النقاش أو ثاني موضوع للنقاش لنهار اليوم. سنعود إلى الفعالية الصحية التي بدأت منذ بداية شهر أكتوبر. أكتوبر الوردي، الشهر المخصص دائما للتحسيس والتوعية والتشخيص من مرض سرطان الثدي، للحديث عن أهم أو أحد العوامل المهمة في تطور وانتشار هذا الداء وهو العامل الوراثي. للحديث عن الموضوع أسعد باستضافة عبر الهاتف البروفيسور مداسي. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا. إذن سيدتي، كما قلت العامل الوراثي له يعني هناك نسبة كبيرة، يعني إن تفضلت أن تعطينا هذه النسبة، نسبة كبيرة من المصابين والمصابات أقول بسرطان الثدي يلعب العامل الوراثي دورا مهما في هذه الإصابات. كما تعلمون أن سرطان الثدي هو أول سرطان عند المرأة في العالم أكمله، والجزائر ثانيا، والعامل الوراثي عنده فعالية كبيرة، عنده فعالية كبيرة باسكو كاين دي فامي دو جينيراسيون اون جينيراسيون يجيهم هذا المرض، ماشي برك مرض الثدي، كاين أمراض سرطان اللي يدخل في الوراثة، ماشي شرط الثدي برك، كاين الرحم، كاين البروستات عند الرجل، كاين تاع لي ديجستيف، اي دونك هادوما لازم ما عندناش إحصائيات باسكو حنا ما نديروش الفحوصات تاع الدم باش نشوفوا اسك كاين باش نتاكدوا على الوراثه. بصح كي نسالوا المرضى لازم نسقسوهم اسك كاين في الفاميليا ديالهم امراض هذوما، دونك لازم نحوسوا عليهم. وعلاه؟ باسكو لازم نقوموا بالتشخيص المبكر. التشخيص المبكر هو اللي يقدر ينجي هذا المرأة من المرض اللي تمشى، باسكو احنا كي ندير التشخيص المبكر هذا المرض يكون مع الاول دونك صغير، نقدروا نديروا يقدر يبرى 100% والعلاج ديالو يكون خفيف، تقدر تكون جراحه وحدها. باغ كونطخ لو كان ما نديروش التشخيص، نفيقوا بالمرض مشى في الجسم تاع المراه، يكون يروح لها لراسها لعظامها الكلاوي تاعها لي بومو، اي دونك تما لازم التريتمون يدي لوغ، سادير نديرو لا شيغورجي، نديرو لا راديوثيرابي، ونديرو لا شيميوثيرابي، والمراه ما تبراش. دونك سي بوغ سا حنا نقولوا للنسان سورتو اللي عندهم في فاميلتهم لازم يروحوا يديروا التشخيص المبكر. اليوم بروفيسور مداسي نحن في شهر التوعية والتحسيس، إذن حسب هذه المعطيات اليوم وجب ربما أو رسالة التي نوجهها إلى النساء يعني وكل الشرائح العمرية، إذن لو عندي مصاب بسرطان في العائلة وجب علي التخصيص حتى التشخيص، أقول حتى ولو كنا يعني لما نصل إلى سن ربما فما فوق 40 سنة. اي اكزاكتومون، باسكو التشخيص المبكر كي يكون الوراثه لازم نبداو التشخيص 5 سنين قبل المرض اللي خلق عند استاجر لو كونسير كي سورفينو شي اون فام جون، استاجر عندنا في الفاميليا ان كونسير على لاج دو 30 ans، لازم التشخيص المبكر يبدا 5 سنين ما قبل، معناتها في 25 سنه ما نستناوش حتى 30. الوغ كو والتشخيص هذا، هذه النصيحه ثاني سمحتيها، ما لازمش نستناو غير في اكتوبر باش نديروه، لازم التشخيص هذا يكون على عام، ما باسكو في اكتوبر النساء كامل اللي جراو يديروا لا ماموغرافي ومن بعد يسكتوا عليها، لا التشخيص لازم طول طون طول طون طول طون.
والنساء اللي عندهم اللي ما يلحقوش 40 سنه وعندهم فاميلتهم ماشي معناتها يروحوا يبداو بلا ماموغرافي، تادير لازم يروحوا يشوفوا طبيب، الطبيب هو اللي يقرر واش من نوع تاع التشخيص لازم دير، باسكو كاين التشخيص تاع 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 ليكزامين كلينيك وكاين ليماجري، ماشي باسكو عندها في عمرها 25 سنه تروح تقرر وحدها تروح دير لها ماموغرافي، ماشي هذا هو التشخيص، لازم تروح تشوف طبيب، الطبيب هو اللي يقرر. بروفيسور، في هذا الخصوص يعني السنوات الأخيرة شهدت حملات مكثفة للتوعية والتحسيس من سرطان الثدي والتشخيص المبكر، يعني بصفتك رئيس قسم ومختصة في هذا المجال، كيف هو أو كيف هي نسبة التجاوب من طرف النساء مع عملية التشخيص المبكر؟ هل هي في تطور، في تزايد؟ هل هناك نسبة من الوعي انتشرت لدى النساء اليوم من أجل إجراء تشخيص مبكر لهذا السرطان؟ الأجل عندنا نتطور في التشخيص المبكر اللي لو كان نقارنه مع العوام اللي فاتوا كاين تحسن كبير، دونك لازم هذه التوعيه لازم نكملوها، لا سونسيبيليزاسيون لازم نخدموا عليها، بصح ماشي غير في اكتوبر، لازم لازم نديروا ان بروغرام ناسيونال تاع لو ديبيستاج، دونك هذا لازم يكون ان بروغرام ناسيونال، باسكو ان بروغرام هكذا ما يكفيش وحده، دونك لازم يكون ان بروغرام ستادير قوانين، باغ اكزومبل المراه اللي فوق 40 سنه لازم تكون شيطال لا بيسي ولا سبيتر ولا يبا كونتاكتي لي فام عندهم لو روجيست ليتا سيفيل، هايليك لازم هادي لازم ما جامي دارت لازم تروح دير. سي فغي كاين تحسن، بصح كاين تحسنات لازم يتنداروا اونكوغ منا لقدام. شكرا جزيلا لك بروفيسور مداسي، شكرا على كل هذه المعلومات والنصائح المقدمة في شهر أكتوبر الوردي. مشاهدي